السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. اليوم اول فيديو ديال الخرجات اللي غادي نشاركو معكم، الخرجه اللي خرجت هذا الويكند اللي داز. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا هذه هي الدخله ديال مدينه الناظور. اليوم غنمشي لبعض الاماكن في مدينه الناظور. اذا هذه اول بلاصه كنمشي ليها هي بوتيك اوروبا، اللي كيعجبني الاثواب عنده اثواب رائعه وفاخره. حتى كندخل هنايا كنشوف كل شيء، عاد نقدر نمشي مكان اخر، لكن دائما الاغلبيه ديال الوقت كنتقدم من هذا البوتيك حيت عنده اثواب رائعه في الصراحه. كما كتلاحظوا البروكار عنده اشكال وانواع ديال البروكار، عنده الساتان، جميع اشكال ديال الاثواب. هادو اثواب اللي كتقدري ديريهم مثلا قفطان، جلابه الحضور، عنده داكشي غير كتلقاي هنا داير في الاسواق، كتكون بياسه بياسه. هذا هو اللي كيميز يعني البوتيكات على السوق، كيجيب البياسات من المليليه كما كتلاحظوا. وكما كتلاحظوا هذا الصف التحتاني راه فيه تخفيض 100 درهم لكل بياسه، دائما معروف بالتخفيضات، كتوصل حتى ل 40 درهم، 30 درهم، حتى ل 20 درهم. كيحطهم دائما في الفيس او انستغرام، انا كنتابعو فاش كنلقى شي حاجه كتعجبني كناخدها. هادو الاثواب ديال البرد كما كتشوفوا، الالوان اللي دارجه على الموضه، اشياء عنده رائعه. هادو كاملين الاثواب ديال الجلال بد البرد. تقدينا من هنا بعد الاثواب انا والخواتات نتاعي، وكنشكر بزاف بزاف رشيده الصديقه ديالي اللي خدتنا على هذا المحل، ومسكينه ضيعنا لها النهار كامل وهي معانا. كما كتلاحظوا هذا الثوب ديال البرد تقدروا ديروا له خياطه غير خفيفه، الا شريتو بحال هذا الشكل كيجي زوين بجبليه او بشي حاجه خفيفه. من بعد غادي نمشيو نتغداو. كما كتلاحظوا ما قدرتش ما نشاركهاش معكم، صوبت لينا غدا رائع. شكرا بزاف رشيده على حسن الضيافه والوقت نتاعك. كما كتلاحظوا بسطيلة، اللحم بالبرقوق، شلاضة مع الفريت، وهذا فلانكو خاضة اللي كيجي رائع بطرو. نتمنى ان شاء الله غادي نحاول نديرو معكم في القناة ديالي باش تشوفوا طريقة التحضير ديالو. اذا بعد ما سالينا الغدا خرجتنا عاوتاني. هذا المحل ديال الاكسسوارات، انا جبت لكم بعد يعني بعض الفيديوهات على المحلات القلال اللي كاينين بمدينه الناظور، فيها بلايص يعني كثيره بزاف، لكن لضيق الوقت كما كتلاحظوا ان في المشتى كيكون نهار قصير ما كتقدريش تمشي لكل شيء. كنصور لكم غير الاماكن اللي انا مشيت ليها. هذا ديال الاكسسوارات السوايع، وهذا محل ديال البيجامات، كاين محلات كثيره ديال البيجامات لكن لضيق الوقت ما صورتش. وهذا الفولار، محل ديال الفولار كما كتلاحظوا عنده حتى هذا عنده لي فولار زوينين بزاف، دائما كنتقدم من عنده لي فولار، لي شال، لي كاب، اشياء جميله جدا. وما نسيتش لي بونطوف، لان دابا فوق البرد ضروري من لي بونطوف في الدار. كما كتلاحظوا عندهم اشياء جميله اللي كتكون
جايبينها من مليليا. اذا لديق الوقت ما درناش بزاف، شفنا هاد الاماكن. من بعد غادي ندخل لمخبزة الحلويات، مخبزة دبي اللي معروفة بمدينة الناظور بالاشياء اللي كتصايب. عندها اشياء رائعة كما كتلاحظوا، هاد لي بتي بان زوينين بزاف. عنده اشياء جميله كيكون فيها اللوز كما كتشوفوا، هاد ماكارون لي ميني تارت، لي تارت شوكولا، والبسبوسات اشكال وانواع. داكشي رائع، منظم ونقي وزوين بزاف. كيستعمل بزاف لي شوكولا بحال كندير كيتكات، يعني مذاق زوين بزاف، ماشي داكشي العادي. وهادو الحلويات اللي عنده صراحة، ذقت الحلويات ديالو تقريبا كاملين، ديال اللوز وكاملين تقريبا ديال اللوز، ماشي غير المنظر انما حتى المذاق عنده رائع. داكشي يعني لذيذ بزاف. وهادو المملحات بحال لي بيتزا، بريوات، وهادو لي تارت اللي عنده. اذا هنا كنسالي الفيديو ديالي، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دائما دائما بالتشجيع ديالي بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله الجديد في كل شيء، لا في الطبخ، لا في الموضه، ولا في الجوالات. نتمنى دائما تكونوا من المتتبعين ديالي، وكنشكر كاملين كاملين على التعليقات ديالكم والثقه ديالكم فيا والمتابعه ديالكم. واخا يلاه راني بديت، لكن الحمد لله لقيت الاقبال من الكثير من الناس. كنشكركم بزاف. والاشاره ان بوتيك اوروبا ان شاء الله هاد السيمانه غادي يحل فرع جديد. نتمنى الا كان عندي الوقت ومشيت غادي نصور لكم كل شيء اللي فيه. اذا خليكم على خير، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.